مشاهدينا الكرام، برحب بحضراتكم مره تانية. والحقيقه من القطاعات الهامه جدا واللي شهدت طفره كبيره في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي واهتمام ب هذا القطاع الكبير، قطاع الاثار وقطاع السياحه، واللي احنا بنشوف ان الدوله بتبذل فيه جهود كبيره جدا علشان تقدر تطور هذا القطاع اللي مرتبط طول عمرنا. حتى في دراساتنا يعني في المدارس يقول لك ان الاثار او السياحه هي مصدر من مصادر الدخل القومي لمصر. قطاع السياحه والاثار كان حقيقه من اللافت للانتباه ان هو شهد تطوير كبير زي ما قلت لحضراتكم يوم بعد يوم في مختلف الاماكن. يعني مش بنتكلم عن محافظات بعينها او بنتكلم عن اماكن بعينها، لا ده احنا بنتكلم ان التطوير في الاثار موجود في كل محافظات مصر وفي كل الاماكن الاثريه. يعني في القاهره اماكن كنا بنحلم انها يتم تجديدها وصيانتها وترميمها، بدانا حتى واحنا ماشيين في الشوارع بنشوف الجهد المبذول من جانب الاثريين في يعني هذه الترميمات واعاده الحياه مره اخرى لمناطق اثريه بتعتبر منجم ذهب في مصر، واللي بتجذب الحقيقه عدد كبير من السياح ومن السياحه الاجنبيه بالرغم من جائحه كورونا اللي بيعيشها العالم كله. لما هنتكلم عن اهتمام الدوله بقطاع حيوي هام وضروري جدا زي قطاع الاثار والسياحه، لازم نتكلم عن الحفل الاسطوري اللي شهده العالم وكان متابع باهتمام كبير جدا، حفل نقل المومياوات الملكيه من المتحف المصري بالتحرير لمنطقه المتحف القومي للحضاره المصريه. الحقيقه منشأ على يعني حاجة مبهرة. كمان كان عندنا مصر شهدت حدث آخر كبير لا يقل أهمية عن حدث موكب المومياوات الملكية، كان الحدث تطوير طريق الكباش بمحافظة الأقصر واللي شهد زخم إعلامي عالمي الحقيقة. كمان مؤخرا كان يعني من المتابعين بقى، ما احنا بنتابع المشهد بعد ما تم هذا الاحتفال بطريق افتتاح طريق الكباش، كان في عندنا تشغيل سيارات كهربائيه عشان تنقل الزائرين والسياح، اللي طبعا يعني سيارات صديقه للبيئه بتعمل بالطاقه، تنقل الزائرين داخل المنطقه الاثريه بمنطقتي وادي الملوك والدير البحري بالبر الغربي بالاقصر. هنتكلم اكتر عن قطاع السياحه والاثار، هنتكلم ايه اللي بيحصل في النهارده في مصر كلها في مجال الاثار. وبيشرفنا وينورنا ضيفنا النهارده الخبير الاثري ومدير متحف ام حاطب بسقاره الدكتور ممدوح فاروق. صباح الخير يا دكتور. صباح النور. الاول انا في الفاصل انا سالت هو في متحف، لان يعني طبعا احنا يعني انا بتهيالي ان الاثار احنا مهما بدانا يعني احنا كمواطنين عاديين يعني كل يوم بنكتشف ان احنا عندنا منطقه اثريه جديده، يعني هي موجوده بس احنا مش عارفينها. فقبل ما عايزه اتكلم انا عايزه اعرف الناس ان في عندنا متحف ام حطب بسقاره، عايزه اعرف ايه هي محتويات المتحف، مين هو ام حطب بقى بالمره وفرصه لحضرتك معايا. تمام، اولا انا مبسوط جدا معاكم النهارده. صباح الخير على كل الناس اللي بتشاهدنا دلوقتي. احنا في فتره جميله جدا، في فتره نهضه بالنسبه لتطوير السياحه والاثار اللي هو بيمثل قطاع اقتصادي كبير جدا في الدوله. سقاره يعني مش عشان شغالين في المتحف او مدير متحف، من اهم المناطق الاثريه كجبانه مقدسه. الملوك معظمهم حبوا يدفنوا نفسهم فيها. بيعتبروها حته من العالم الاخر. سقاره فيها دفنات من ما قبل التاريخ حتى من قبل الاسره الاولى كمان لغايه الاسره 30. فعندنا متنوع ولغايه كمان عصر البطلمي كمان. فعندنا متنوع مختلف من الدفنات في سقاره. في متحف هناك اسمه متحف ام حطب. المتحف ده انشئ سنه 2006 او تم افتتاحه 2006. تمام؟ وده بيضم اهم كنوز اكتشافات سقاره. من اهم المقتنيات اللي عندنا في المتحف اقدم موميا ملكيه لملك اسمه مريء نرع لان اكتشفت في الهرم بتاعه. عندنا اقدم ادوات جراحيه في الاسره السادسه لطبيب اسمه قار. عندنا ادوات نحت خشبيه، عده نجاره، فاره واجنه وازميل. عندنا جبنه قريش متحنطه. إذا الفراعنة كانوا بياكلوا جبنة. دي بقى طحنة القرابين، دي القرابين. هي الأطعمة اللي كانت بتدفن كمان مع المتوفى، مع المتوفى بحيث إن هو يعني هيبعث من جديد وهياكل. في قلب القدرة بتاعتها موجودة الجبن متحنطة، حتى الناس لما بتيجي بتستغرب إيه الجبنة ديت؟ قلت لهم حطوا مواد معينة حافظة خلت مستمرة، طبعًا ما تتاكلش ما ينفعش تتاكل لكن فضلت مستمرة لآلاف السنين. عندنا دوم متحنط. عندنا حلي للملكة إيبوت ملكة بيبي. عندنا كتير جدا جدا حاجات بقى لام حطب نفسه. ام حطب ده اول مهندس معماري وطبيب وفلكي في التاريخ.
هو أول من استخدم الحجر في العمارة، هو اللي عمل مجموعة الهرمية لملك زوسر بتاعه. واحد من عامة الشعب قدر إنه هو يبقى مهندس كبير لدرجة إنه هو بعد وفاته بألف سنة تم تقديسه وتعامله تماثيل برونزية صغيرة، دي اسمها تماثيل نذرية. فإمحوتب ده يعتبر أول وأقدم مهندس معماري في التاريخ، والمتحف بتاعه اللي أنا أتشرف أن أنا مدير المتحف في هو صاحب فكرة الأهرامات، يعني بدأها بفكرة الهرم المدرج اللي هو هرم زوسر اللي في سقارة، لأن الهرم فكرته مش هرم خوفو، كانت مصطبة، كانت حفرة ثم مصطبة ثم ست مصاطب بالزبط. ثم كملت بعد كده في عهد سينفرو في الهرم الأحمر الشمالي، يعتبر أول هرم كامل. وبعد كده الهرم بتاع خوفو، بعد كده في الأسر الخمسة بدأ الأهرامات شكلها ما بقاش كبير، بقى يقل. عملوا حاجة اسمها بقى نصوص الأهرام. بدل خوفو والملوك ما كانش بيكتبوا جوه الأهرامات أي نصوص، لكن في الأسر الخمسة اهتموا فكرة كتابة النصوص الدينية داخل الأهرامات بدلا من حجمها الكبير، فبدأوا يفكروا بشكل عملي. بدل ما كبر حجم الهرم، بدأت أستخدم اللي هو النصوص اللي بتحمي رحلة المتوفى في العالم الآخر. فسقارة جميلة جدا، الناس زي ما بتروح الجيزة، هرمات الجيزة، تيجي سقارة لأن فيها مقابر الأفراد، فيها مناظر الحياة اليومية، فيها الصيد وفيها الرعي وفيها كل حاجة. فطبعا كل الصناعات حتى الموجودة في منطقة آثار سقارة. خلونا بقى نروح من متحف يعني سقارة ونتكلم بقى عن المتحف المصري الكبير، بما ان احنا تعودنا ان احنا بقى عندنا احداث كتيرة في مجال الاثار، الحقيقة بتبقى مبهرة ومفرحة للناس كلها. ايه الاخبار في المتحف المصري؟ المتحف المصري الكبير هي فكرة عبقرية انها تبقى قريبة من اهرامات الجيزة. دي حاجة كويسة جدا علشان اربط للسائح في خط سيره وبقاش بعيد عن المكان. ثانيا، متحف المصري الكبير يعتبر هيبقى اكبر متحف في الشرق الاوسط واكبر متحف تبع في العالم تقريبا، لانه هو حجمه كبير جدا، مساحته كبيره قوي، بيضم قطع اثريه ضخمه جدا تمام ومتنوعه. هي بتحكي من اسره الاولى لغايه اسره 30، هي بتتكلم على التاريخ المصري القديم او الاثار المصريه القديمه في الفتره دي، غير متحف الحضاره اللي بيتكلم على تنوع في الاثار الاسلاميه الرومانيه بالزبط. انما متحف المصري الكبير ده تمام تم انشاؤه وتقريبا الجزء الفني بتاعه كامل بنسبه 100% اللي هو الشق الفني. اما الشق الاثري وتجهيز العرض، سيناريو العرض، لجنه سيناريو العرض لسه لغايه دلوقتي بتختار بعض القطع من بعض المتاحف، لسه لغايه دلوقتي في ايه في فتره الاعداد. لكن ان شاء الله ممكن على ان شاء الله على اخر 22 في شهر نوفمبر تقريبا، حسب ده الموقع الموجود او الكتاب الموجود في موقع الاستعلام بتاع وزاره السياحه والاثار، هيتم افتتاحه. وطبعا لازم يتم له اعداد كويس جدا علشان خاطر يبقى يطلع بشكل لائق زي الحفلات او الاحتفالات اللي احنا عملناها في المواكب بتاعت الملكية وطريق الكباش. طيب اكيد حضرتك وبحكم وجودك في مجال الاثار، يعني احنا شخصيا علينا فترات طويلة ان الاثار بتاعتنا كان فيها حجم، يعني مش عايز اقول اهمال، لكن ما كانش فيه قدر الاهتمام الكافي بمقدار وعظمة هذه الاثار. التطوير اللي بيشهده قطاع الاثار دلوقتي، وزي ما انا يمكن قلت في البدايه ان احنا مش بس في الاقصر ومش بس في منطقه متحف الحضارات، لا ده احنا حتى بنرمم الاثار الاسلاميه بتاعتنا، السبيل الاسئله اللي موجوده في الاماكن الاثريه اللي هي كانت بعد يعني قاربت انها تبقى اماكن في للقمامه، وكنا الحقيقه ما بنعدي بنزعل ان في حاجات. القطاع هذا الشغل الجبار، يعني انا شايفه ان في تطوير في مسجد عمرو بن العاص، في تطوير يعني وتطوير حضاري بشكل جديد بيتناسب مع الحضاره بتاعتنا بالظبط كده، ده اللي احنا كنا هنتكلم فيه. فضل. الفكره كلها ان الاثار موجوده من الاف السنين صحيح، والاماكن الاثريه حصل لها زحف عمراني عليها بالظبط، وده ادى الى مشاكل كتيره جدا جدا، ان المنطقه الاثريه بقت مخنوقه، يعني احنا بنسميها منطقة مخنوقة ما بقتش تتنفس. فالمشروع المشاريع اللي تمت في عهد الدكتور خالد العناني والفترة اللي فاتت من 2015 تقريبا كوزير السياحة والآثار، احنا الفكرة كلها هو فكر مع جهود الدولة ان يتعمل حماية حتى للمنطقة المحيطة بالمكان، وده مهم جدا زي ما حصل في نادي السمان وزي ما بيحصل في شارع المعز. الفكرة كلها ان الآثار بقت محاطة بالمساكن والسكان والمناطق السكنية، فبدأت تتخنق. ففكرة التطوير علشان خاطر السائح يدخل منطقة أثرية لازم يحس بالراحة، وعلشان يحس بالراحة لازم يبقى عنده مساحة للحركة، فعشان كمان يدخل المكان
وما يتخنقش كمان في المواصلات وفي الطريق والكلام ده كله. لازم انا اطور المنطقه الاثريه وما يحيط بها. ودي بنسميها عندنا في مجال الاثار اللي هو تطوير واداره المواقع التراثيه والاثريه. دي مهمه جدا. احنا بنعمل مشاريع زي ديت، بنختار موقع مهم جدا تاريخيا او ثقافيا او اثريا ونبدا نطوره. ممكن نعمل له ريكونستراكشن، اعاده بناء لو في انقاض، ونبدا نعمل له حاجه اسمها خدمات وخط سير، ونربطه باقرب نقطه بره علشان خاطر يبقى فيه تسهيلات للخدمه فعشان كده الدوله يعني بصراحه مشكوره جدا انها بتقدر انها تعمل الموضوع دوت، انها ما تطورش بس المكان الاثري كصيانه او ترميم، لا هي بتطور المكان المحيط بالمنطقه الايه الاثريه ويحصل لها ربط بشكل كويس ويبقى مكان سياحي بدرجه 100%. عايزه يعني هسال سؤال مهم قوي برضه يا دكتور. فكره يعني انا شخصيا لما بروح مكان مثلا متحف او بنروح نزور الاقصر، لما بنتفرج حاجه ولما بيتشرح لينا احنا كمصريين بيبقى الموضوع حاجه تانية. يعني على الاقل بنفهم هو ايه. السائح الاجنبي اللي جاي بيبقى عايز يتفرج يعني في هدوء وصمت، ولا عايز حد معاه يقعد يقول له دي ايه ودي ايه ودي ايه؟ بخبرتك ايه الافضل بالنسبه لك؟ انا اشتغلت فتره مرشد سياحي. الفكره كلها احتكيت بالموضوع دوت في حسب الجنسيه وحسب شخصيه السائح نفسه. يعني في سائح بيهتم جدا بالماده العلميه زي السائح الالماني السائح الفرنسي، بيهتموا جدا بالشرح في المعابد وفي المقابر في المناطق الاثريه. يعني السياحه الثقافيه بالنسبه له مهمه جدا هو جاي مصر. في بعض السياح بيبقى عايزين الجزء الترفيهي اللي هو جزء السياحه الشاطئيه سياحه ترفيهيه. فانا اول حاجه لازم اعرف التفكير والاهتمامات بتاعت السائح قبل ما انزل معاه. هل هو هيقدر يستوعب شرحي ويقدر يستحملني خلال الزياره، ولا ما اديهوش معلومات مكثفه كتير؟ فدي مهمه جدا بالنسبه لمعرفه اهتمام السائح بالمكان. فبس معظم السياح بصراحه، بس الكلام اللي حضرتك بتقوله ده يعني بيبقى من البدايه بقى هو اختياره ايه؟ هو جاي شرم والغردقه في برنامج في الشركه بتعمله له فبيجي على المكان. بس انا عارفه ان من ضمن البرامج اللي بتبقى معموله دلوقتي لشرم او الغردقه بيبقى في زياره يومين للقاهره، يعني حسب الاختيار للي عايز ان هو يجي القاهره يقضي يومين. والناس فعلا زي ما حضرتك بتقول بتبقى متخوفه ان هي زحمه، ان هم مش هيعرفوا يستمتعوا. يعني اللي هو الفكره اللي حضرتك بتتكلم عنه هو جاي سياحه شاطئيه. تمام بالظبط. بس هو اهم حاجه عنده لازم المعلومه تبقى كمرشد سياحي غير الاثري. المرشد السياحي بيدي معلومه مبسطه وترفيهيه جميله خفيفه. وهو ما يتقلش عليه وما يشرحلوش شرح واحد متخصص. بيشرح له معلومه بسيطه وفي نفس الوقت ياخد صورتين وعايز يستمتع لانه هو اصلا جاي ينبسط. فمش جاي مش جاي دراسه. فهو لازم يبقى اهم حاجه عنده يتمشى في مكان كويس، يلاقي خدمة كويسة، ما يلاقيش مضايقات. دي أهم حاجة، ما يلاقيش مضايقات. ويقدر إن هو ياخد معلومة بسيطة ويستمتع بالمكان ويحس بالراحة النفسية. احنا بنقولها لكل الناس الدارسين والباحثين، المكان الأثري أو المتحف مش عبارة عن جدران أو مباني، لكن هو روح. فإذا أنت دبيت الروح فيه هتخلي الزائر يحس إن هو مرتاح نفسيا. وهو لو ارتاح وجي مرة وارتاح وحس إن هو ماشي مبسوط هيرجع تاني. بالظبط. انما لو هو ماشي متضايق تمام مش ممكن ما يرجعش تاني وممكن يدي انطباع سيء. فلازم رقم واحد ان السائح يتقدم له خدمه كويسه وفي نفس الوقت يبقى مبسوط من الرحله بتاعته، والبرنامج يبقى متقن يبقى خفيف. ما دخلوش مكان اقعده في الساعه ربع ساعه ونص ساعه، لا هم 10 دقائق ربع ساعه كتير قوي في المكان. ففي اهتمامات لكل معظم الدول، يعني كل جنسيه اشتغلت مع كذا جنسيه لا دي مختلف. لكن في بقى سياحه دلوقتي اتعملت اللي هي الربط ما بين شرم الشيخ مثلا والاقصر مثلا او الغردقه والاقصر، اللي هو السياحه اللي هو الكونفي الحاجات السريعه. فممكن يروح يزور الاقصر مثلا يومين ويرجع على سياحه شاطئ عشان يستمتع ما بين ويدمج ما بين السياحه الترفيهيه والسياحه الثقافيه. فانا بقدم له خدمه دلوقتي خدمه متميزه حسب اهتماماته. فطبعا كل واحد له اهتمامات. فبس يهم ان هو يروح بلده يشتري تذكار يتصور صوره حلوه يفرجها لكل اهله او اصدقائه ويبقى عنده ذكرى كويسه في مصر بدون اي شيء. ده المهم بالنسبه لي انه يبقى روح مبسوط. ده كان كجايد لازم اخليه يمشي مبسوط. هو الحقيقه انا بلاحظ بجد يعني، وده مش مجامله، احنا عندنا خبرات
مرشدين بالزبط. سياحيين وحتى الناس اللي بتشتغل يعني من أصغر حد بيشتغل في مجال السياحة والأثار لأكبر حد، هم الحقيقة كلهم عندهم من الحكمة والدراية وحسن التعامل واللباقة حتى مع المصريين، يعني حتى لما بالزبط. بيبقى في جروب مصري ومسافر أنا بلاحظ إن هو بيشوف وكل واحد عايز يسمع، أي حد عايز يسمع ستوري أو القصة بشكل اجتماعي، هي اتجوزت فلان وعملت إيه وده عمل إيه والحكاية، ولا بيسردها بشكل علمي بالنسبة للحاجات اللي موجودة، يعني هم بيعرفوا فعلا يتخيروا زي ما حضرتك قلت النقطة، هو كل واحد عايز يسمع إيه وإيه الطريقة اللي ممكن تلفت انتباهه. دي خبرات المرشد السياحي، المرشد السياحي كل ما بيكبر وكل ما بيعاد سنين عليه بياخد خبرة أكتر، والخبرة بتساعده إنه يعرف يشرح إيه وما يشرحش إيه، يعرف إمتى يقف وإمتى يتحرك، يعرف إمتى يتكلم وإمتى يسكت، إمتى يعرف يحكي القصة اللي هي هتبسط السائح. وإيه المكان اللي يقعد فيه أكتر من مكان؟ في مكان ممكن يعديه كده على اللي يدوب نشوفه كده على الطاير، وفي مكان يقول لك لا إحنا هنقف هنا. لا إحنا عندنا مرشدين سياحيين شاطرين جدا 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 جدا، لأن طبعا إحنا بنتكلم على مصر. احنا بنتكلم على تنوع ثقافي وتنوع حضاري، بنتكلم على كل مقومات السياحه موجوده في مصر، فالمرشد السياحي عندنا بقى مثقف جدا وبيقدر يوصل معانا بشكل كويس. الزوار اللي بيجوا وحضرتك بتشوف طبعا اكيد زوار عندك في المتحف، فكرتهم اتغيرت عن السياحه في مصر وعن طبعا احنا مصر عدت بفتره سياسيه كانت صعبه واثرت على كل القطاعات والمجالات، فكره استعاده الثقه مره ثانيه ورساله الطمانه اللي احنا دايما بنقولها للسياح اللي بيجوا حتى فيما يخص مدينة القاهرة، لان هم تحديدا القاهرة بيبقوا متخوفين شوية، لكن بعد حفل نقل موكب المومياوات بعد التطوير اللي حصل شايف المشهد بقى ازاي؟ الفكرة كلها الموضوع فعلا اتغير عن 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 اول بكتير جدا، اتغير تماما، يعني كل الايفنتات او الفعاليات اللي تمت دي عبارة عن رسائل بغض النظر انها كانت بدون جمهور، لكن هي رسائل علشان السائح دلوقتي بقى مطمن، السائح دلوقتي بقى مطمن وقادر يجي مصر. وفعلا الفتره اللي فاتت انا كنت بتفاجئ بكم من الباصات السياحيه موجوده في سقاره. اللي معانا ده متحف سقاره، ده متحف ام حطب، ده متحف ام حطب، احنا جبناه اهو علشان الناس تتفرج عشان يبقى دعوه مننا كده الصبح ان الناس يا ريت ناخد ولادنا، يعني انا شخصيا هعملها، يعني ناخد ولادنا. لا انا برحب بحضرتك وبرحب بكل الناس وانا اكون موجود شخصيا، نروح يعني نتفرج، لان الحقيقه يعني واضح ان هو برضو حاجه جديده، احنا اول يعني اول مره بنشوف الجدران والمشاهد اللي مكتوبه، اكيد دي كلها قصص جدا، كل قطعه منهم بتحكي قصه، ليها قصه، فاكيد هتبقى ممتعه، فانا بندعو حضراتكم ان احنا يعني نروح ونتفرج. اكيد يا فندم كل الناس تشرفنا. الفكره كلها ان مصر مليانه كنوز ومليانه خير، احنا عايزين نلقي الضوء عليها. السياح دلوقتي بقوا مطمنين الحمد لله بشكل كبير جدا جدا، انا بتعامل بشكل مباشر معاهم. دي ايه يا دكتور علشان برضو الناس؟ دي عباره عن زي تمائم، دي ده تابوت لشخص اسمه ام حطب، بس هو بعد ب 1000 سنه اتسمى نفس الاسم المهندس. ده تابوت، لكن ده مش ام حطب الاصل. لا مش الحطب، اسمه فضل موجود ل 1000 سنه، الراجل ده اسمه فضل يعني مستمر. وفي بقى دي عباره عن كاهن اسمه بسماتك، وبعض اللوحات الجنازيه دي عباره عن لوحات بتحط في المقابر وتبقى نقوش ملونه جميله جدا من الدول الحديثه ومن عصور مختلفه على فكره. ويعني الحاجات دي كلها ديت من كنوز سقاره، اكتشافات من فتره الاربعينات والخمسينات والستينات لغايه السبعينات. ده الالوان بتاعتها لسه موجوده جدا جدا. انا عندي ده راس مين بقى؟ ديت راس احد الكهنه، تمام. دي بعض الموظفين الكبار والكهنه دول، تماثيل صغيره، في قاعد بقى تمثال كتله، في اللي راس بس لقيناها، في كبار الموظفين. دي قاعه اسمها قاعه البعثات. الفن النحت نفسه، الجمال والدقه، حضرتك لما تيجي تبصي على الشكل الوش بتاع النحت الملامح هتلاقي واضحة. بني ادم ناقص روح. احنا جبنا الجبنه اهو تقريبا، احنا وصلنا للجبنه ولا ايه؟ دي اواني من حاجه بيرشيا، ودي من الشيست ومن الالاباستر. دي اواني كانت موجوده في مقابر وفي اهرامات الملوك، لان مش تصر بس للدفن في سقاره، ده في تصر ملك تقريبا في سقاره الدفن، فكان بيحطوا اواني جنازيه، ده اسمها وداع جنازيه معاهم، اللي بتحفظ اللبن والسوائل والزيوت بجميع انواع الدقه. بقى ان نحت الاواني دي بشكل جميل جدا وبيلمع وشكلها تمام بشكل مانوال يدوي. دي تماثيل برونزيه للمعبودات، ده بقى الادوات الجراحيه هي اللي بتكلم عليها. الطبيب ده كان دفن معاه في مقبرته الادوات الجراحيه بتاعته، تمام.
المشرط والحاجات دي كلها، لان كل واحد كان بيمتهن مهنه عند المصري القديم، كان بيدفن حاجته معاه، النجار يدفن حاجته معاه، الحداد يدفن حاجته معاه، الطبيب يدفن حاجته معاه. فلقينا ده تمثال شكل ابو الهول لاحد الملوك، تمام. وعندنا اسمها لوحه المجاعه، اللوحه ديت جميله جدا، بتحكي قصه ان احد القاده في عهد الملك اناس في الاسره الخمسه لقى ناس جعانين في محله مجاعه في الصحراء الشرقيه في سيناء، ناس بدو، فجه الخبر للملك فاداله الامر ان هو يكرمهم ويجيب لهم اكل، فرسم حاله المجاعه وضلعهم باينه بنفس حاله الجوع على هذه اللوحه اللي كانت موجوده في طريق الصاعد بتاعت الملك في سقاره. دي ودي اواني الاباستر قمه الجمال، دي كانت موجوده في اهرام زوسر من تحت في اكتر من الافات الاواني، الاف الاواني. وعلى فكره السياح بيبقوا حريصين ان هم دي برضه دي اواني كنوبيه بتحط فيها الاحشاء اللي هي الكبد والمعده والرئتين والامعاء. ودي مثلا راس لحمات المتوفى راسه في العالم الاخر، ودي تماثيل الخدم يعني عشان يسند راسه عليها. لا دي حاجه رمزيه عشان خاطر الراس ما تنفصلش اثناء رحلته. يعني حاجه رمزيه. وفي حليه اهي عقد من الفيانس لسه احدى السيدات، وعندي بقى مرايه ومكحله ومروات، عندي ادوات الزينه للمراه. وعندي مكحل كده اللي بتحط فيه الكحل على شكل قرد شايلها، يعني ناحيه يعني الخشب. يعني كانوا بيتفننوا كمان في فكره الاشكال الجماليه للادوات بالظبط كده. ده احد القضاء، دي كبار الموظفين والموجودين في اسمها القاعه عندي اللي هي مقابر طور السقاره، ودي نحت خشبي لكبار الموظفين. بنتكلم على كل فتره ليها باروكه معينه، ليها طريقه نحت. يعني في عهد منكورة اسره 4 و5 بتلاقي مثلا الانف تلاقيها مليانه شويه، غير مش مدببه زي اخناتون. ففي عندنا مدارس الفنيه موجوده في كل فتره بنعرف الشكل. أنا ده انا شايفه ليه كانوا دايما بيعملوا تمثال اخناتون مكشر. يعني دايما كل ما اشوفه والجبنه اهي، دي الجبنه يا دكتور. ايوه الجبنه والدوم، الجبنه دي في قدرتها. يعني الجبنه دي في قلب القدره، الناس بتيجي عندي مستغربه هي ازاي بتحضرها. ودي بقى صناديق طعام على شكل لونش بوكس كده، بتحطي فيها الوزه. انا كنت لسه هقول لك عامله زي اللي بتفتح كده بتحطي فيها الوزه، وعلى شكل وزه من بره. ثلاث صناديق. يعني الحاجات دي كلها بتبقى حفظ الطعام. يعني احنا اخترعنا بدايات الحاجات دي اللي هم بعد كده يعني في العصر الحديث بدا يطوروها، لكن احنا لما بنيجي نرجع لاي حاجه نرجع. دي تماثيل خشبيه، ده الكاتب القارئ، الكاتب ده عينه على البرديه. ده غير التمثال الكاتب، ده غير الكاتب الكاتب بقى اللي في المتحف المصري، اللي كان في المتحف المصري. ده اسمه كاتب القارئ. الراجل ده عينه على البرديه، يعني هو بيقرا. ففي بقى لما يكون عينه قدام هو بيسمع علشان يكتب وماسك قلم، ده كاتب القارئ. يعني حسب دي اسمها، دي بقى واحد ومراته اسمه بري واسمها بيبتي، الاثنين اتحطوا في ناووس واحد. الناووس ده للابديه، هو بيتمنى ان زوجته تبقى معاه في العالم الاخر. حط نفسه مع بعض، هي القابه هنا والقابه هنا، وحطوا في ناووس واحد علشان يبعثوا مع بعض. اللوحه دي بنحطها في عيد الحب اللي هي الناووس ده. ودي ادوات النحت الخشبيه اللي جنبها. وده تمثال لاحد الموظفين الحجر الجيري، تمام. دي بقى اهم قاعده للملك زوسر، القاعده ديت القاعده الوحيده للملك، طبعا رجله كلها مش كامله. عليها القاب ام حطب، ما فيش حاجه اسمها اصل ملكي يتكتب عليه فرض، لكن من حب الملك زوسر في المهندس بتاعه خلى اسم المهندس يتكتب على النقش بتاعه، على الحجر بتاعه. لانه خد حوالي اكتر من 20 لقب، ده المهندس، كبير النحاتين، كبير الكهنه، المشرف على الاعمال كذا. ده محطب خد كتير لانه هو الملك كان بيحب. انا في الكنترول بيسالوني اهو، بيقولوا لي هو احنا لو رحنا هناك كده عادي هنلاقي حد يحكي لنا زي ما الدكتور بيحكي كده؟ انا احكي لكم. انا هكون موجود. هيبقى موجود. قولي لي بس جايين امتى وانا هكون موجود. لا ما احنا عايزين كل الناس اللي تيجي تلاقي حد يحكي لهم، مش احنا بس، لكن عايزين فعلا، لان الطريقه اللي حضرتك حكيت بيها الحقيقه يعني اولا مشوقه وممتعه، وكمان بتوضح للناس قد ايه ان احنا عندنا حاجات يعني عظيمه. انا فاهمه، انا فاكره ان انا لما رحت المتحف اللي موجود في التحرير وشفت الفرش والمشاط والمكحله والشعر الباروكه والحاجات اللي هو ايه ده ايه ده، يعني الناس دي كان عندها، طب هم كانوا يعني احنا بنتكلم من 7000 سنه احنا بنستخدم الحاجات دي النهارده. على فكره الحضاره المصريه من 7000 سنه، الحضاره المصريه بترجع لاكثر من 12000 سنه. لان في فرق بين التاريخ والتاريخ. التاريخ هو تدوين التاريخ نفسه اللي هو تاريخ الحكايات.
انما التاريخ بدايته من 3000 قبل الميلاد، انما قبل كده كان في نشاط حضاري. اللي هو تقصد هيك فكره هو امتى ظهر الانسان، اللي هو فكره الانسان ظهر في افريقيا وعمل ولا إيه؟ ظهر وعمل ايه، نزل على نهر النيل عمل ايه. هنا بقى نبدا نقول حضاره، لان الحضاره مش تدوين الكتابه، الحضاره هو النشاط البشري على ارض الواقع. بالظبط، صناعه الفخار، الزراعه، تربيه الحيوانات والطيور، ده في مريب دي بدات في العصر الحجري الحديث. دي احنا بنعرفها من الحفريات، من خلال بقى من الحفريات، ان احنا لما بنلاقي حفريات لانشطه، حاجه انشطه بشريه، حيوانات بالزبط. بنربطها بوجود انسان، بنلاقي اللي هي الحاجات اللي كانوا بيستخدموها الاول في التقطيع، الصخر، بتهيألي دي اللي بتدل ان كان في ناس وموجودين في هذه المناطق. بصمه انسان اثر. بالظبط، بصمه انسان اثر، هو كل ما خلفه الانسان من يعني كل ما تركه الانسان من مخلفات سابقه، طالما صباعه وبصمته في الاثر يبقى ده اثر. ايده دخلت في الموضوع، انها مش طبيعي، انما لو جبل طبيعي ماليش دعوه. صحيح، انما طالما اتنحت ولقيت في ايد بشريه اتمدت، تمام، اتمدت او طائر او وات ايفر، الحاجات دي كلها بتدي الانطباع الاثري. انا الحقيقه بشكر حضرتك جدا، انا شخصيا استمتعت باللقاء وبالمتحف كمان، وفرصه ان احنا عرضناه على مشاهدي، يعني انا شخصيا ما كنتش اعرفه، ده طبعا يعني تقصير في حق، والله في حق فعلا تاريخنا، لكن خلونا نعرف بلدنا وخلونا نعرف احنا تاريخنا، لان الحقيقه دي حاجات بتفيدنا كمان، انت شويه شويه هتلاقي نفسك بتستفيد من اللي انت بتسمعه وبتشوفه، لانها هي في النهايه تجارب انسانيه بالزبط. وتاريخ بالزبط. وزي ما بنقول دايما التاريخ بيكرر نفسه. بالزبط. انا بشكر حضرتك جدا دكتور ممدوح فاروق، مدير متحف ام حطب بسقاره، والخبير الاثري، شرفتنا ونورتنا. ده شرف ليا يا فندم، واتمنى اكون معاكم دايما باذن الله. ميرسي يا فندم، شكرا لحضرتك. مشاهدينا الكرام، يا ريت النهارده واحنا يعني في الصبح، يا ريت ايام الاجازات نروح ونتفرج على الاماكن الجميله اللي موجوده في بلدنا، ونعرف اولادنا ايه اللي بيحصل. بعد الفاصل هبقى مع حضراتكم وفقرتنا الاخباريه اللي هنناقش فيها اهم الاخبار.